ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنتم متهمون بأن دعوتكم منفرة بالسب والشتم وطعنكم في العلماء والتكفير. السؤال الأول. السؤال الثاني، أنتم نصبتم أنفسكم علماء للسنة، أقصد مزمل أبو بكر، أنتم نصبتم أنفسكم علماء للسنة بالسودان وغيركم صوفية وإخوان أو حزبية، ما ردكم؟ السؤال الثالث، أنتم متهمون بتفرقة أهل السنة إلى جماعات، ما ردكم؟ جزاكم الله خير. جزاك الله خير. طيب عمنا جزاه الله خير، سأل أسئلة يعني نحسب انه اسئله زول يعني مستفيد ومسترشد. قال الاول، انتم متهمون بان دعوتكم منفره بالسب والشتم وطعنكم في العلماء والتكفير. اول حاجه يا مساله السب والشتم، السب ما هو السب ذاته؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السب هو كل كلمة قصد بها الانتقاص من أي أحد، أي كلمة فيها انتقاص من أي أحد دي اسمها شنو يا جماعة؟ سب. طيب، ونحن مأمورون كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. معظم الناس بيفهموا كلمة الحكمة خطأ، فمن الناس من يقول الحكمة هي اللين فقط، ومن الناس من يقول الحكمة هي الشدة فقط، وكلاهما مخطئ. زول اللي بيقول الحكمة هي اللين بس مخطئ، واللي بيقول الحكمة هي الشدة فقط برضو مخطئ. الحكمة هي وضع الأمور في شنو يا جماعة؟ نصابها. أما قوله تعالى: فقولا له قولا لينا، دي مرة مشى موسى لفرعون قال له قول لين كما أمره الله، مرة ثانية مشى موسى لفرعون قال له: وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. نقول شنو يا جماعة؟ شديد. هل موسى عليه السلام ما كان عنده حكمة؟ عنده حكمة، فلما اقتضى الأمر اللين لان، ولما اقتضى الأمر الشدة شدة. إذن الحكمة هي وضع الأمور في نصابها. أديكم مثل عشان الكلام يكون واضح مرة واحدة. ولدك في البيت، قول عندك ولدين، واحد إذا تكلمت معه بالراحة بيسمع الكلام، الثاني إلا تشيد عليه أو تضربه بالصوت حتى يسمع الكلام ويمشي يصلي يا دوب في الجامع، لكن لو تكلمت وأنت عارفه بالراحة بتطلع بجاي بيطلع بيمشي يلعب بغادي، وقت الصلاة ما بيجي الصلاة إلا تدق ويشوف الصوت بيجي جامع، والثاني ذاك شنو؟ بلين بينفع. حتتصرف كيف؟ بتعلم بلين، وبتاع الشدة بشنو؟ بشدة. وأنت حكيم، وأنت شنو؟ حكيم. فدي الحكمة كده في الدعوة. أما ألفاظ الذم وألفاظ الشدة، الناس بيسموها يقول دي نبذ ودي شنو ودي شنو، أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدمها، أحيانا كان يستخدمها، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا، وده كان في غزوة بدر، وكلمني في هؤلاء النتنى لأعطيته إياهم. النتنى العفلين يعني، ده المشركين لما ماتوا في غزوة بدر الرسول قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى، عفلين يعني بالدارية عندنا، لأعطيته إياهم. وربنا سبحانه وتعالى قال، وشوف ده التعبير القرآني كيف،
ربنا قال إنما المشركون نجس. هذا اللفظ ده رأيك فيه شنو أنت؟ نجس. كذلك صح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعزى بعزى الجاهلية أو بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. عزاء الجاهلية عنده معاني، يعني زول داعي للشرك، ده من أعظم معانيه فيما أعلم. زول صوفي داعي للشرك، النبي عليه الصلاة والسلام قال فأعضوه بهني أبيه. الهني يعني شنو؟ ذكر أبيه ولا تكنه، يعني قل لي عضي ذكر أبوه وقال لك ما تكني. يقول كلام دقيق، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما الناس اللي بينكروا الشدة مطلقا زي ما قال الشيخ الألباني قال إما إخوانجي وإما أنه جاهل. عمنا ده يعني سأل أسئلة بتاع زول داري يوضح للناس، مش أنا قصده، هو ده أنا فهمته داري يوضح للناس، لكن أنا بتكلم عن الحكم الشرعي بتاع الكلام ده. شيخ الألباني قال اللي بينكر الشدة، فتوى مسجلة بصوت الألباني، قال اللي بينكر الشدة إما إخوانجي بنفس اللفظ ده كده من جماعة الأخوان المسلمين وإما جاهل. فنحن نشوف الناس الحزبيين ديل صار سنة جمعية كتاب وسنة صفوجية غيرهم اللي بينكروا علينا الشدة ديل هم أخوان مسلمين ولا جهل؟ اختار واحد. ده كلام الألباني، ما كلام أنا، دول مسكين جدا مسجل، ده كلام الألباني لما قال لي أنت ليه شديت في الرد على البوطي. قال صعب هذا السؤال، إما إخوانجي من الأخوان المسلمين وإما جاي، لأنه قال ديل اللي بينكروا الشدة على أهل البدع. والسلف زمان كانوا بيمدحوهم بشدتهم على أهل البدع. يقول لك القاضي فلان من السلف رحمه الله يعني في الفضل بتاعه يقول لك كان شديدا على أهل البدع رحمه الله، لأنه أنت أهل البدع ده شنو؟ المبتدئ ده عدو لله وعدو للرسول بس. هو زول لو عاد أبوك ساكت سب عليك أبوك أنت ماشي في الشارع، والله لا بيسلم عليه ولا بتاكل أكله ولا بتخط يدك في يده، وإن لقيته بتدق ذاته ولا ما يهو. ناس بيعادوا الله وبيعادوا الرسول تقعد تضحك معاهم وتقول لي ما نبقى شديدين. المسألة الثانية، الناس اللي بينكروا الشدة ديل ذاته من الحزبيين ديل صار السنة وغيرهم غيرهم ديل شديدين على السلفين، بينبذوا سلفين يقول لك ديل جامية ديل مدخلية مداخلة، مش هو كده؟ يعني هم ينكروا انك تشد على الصوفية وتشد على دعاة الشرك والكفر، وهم يشدوا عليك انت بأقبح الألفاظ، يقول لك تكفير، يقول لك، وده كلام كذب مع انه هم التكفيرين. هل تعلموا يا جماعة انه التكفير، مسألة التكفير دي الآن هي خاشة في الحزبيين ده الأكثر حاجة. قربوا يا جماعة عشان الناس يقعد. مسألة التكفير دي هي دي أصلا عند الحزبيين، نحن اللي قاعدين نحارب التكفيرين بفضل الله ومعنا آخرون من الإخوة الأفاضل، فكيف نكون نحن منهم؟ وأنا عشان أثبت لك إنه الناس اللي عندهم تكفير ديل هم الحزبيين أنصار سنة وغيرهم وغيرهم، الشنطة دي أقرأ هنا مكتوب شنو؟ قريت؟ قريت؟ دي كلها وثائق حقتهم. أمسك لك هنا سبل ده، أجيب لك قطعة بس ده عجيب عجيب عشان بس ما نغبر الناس. طيب طيب ده يا جماعة دي رسالة الدكتوراه بتاعت منو دي؟ دي الرسالة ذات بتاعت منو؟ اسمه عصام، دكتور عصام الدين أحمد محمد بابكر. ده منو؟ ده منو؟ ده من التنظيم بتاع جماعة أنصار السنة المحمدية كله، ده الدينامو المحرك للتنظيم كله بتاع جماعة أنصار السنة، والقلب النابض لتنظيم أنصار السنة. رسالة الدكتوراه بتاعته دي في الصفحة رقم 158. أزول ده بيقول شنو؟ يعني بتكلم بوثائق، لكن هم بيتهمونا ساكت. ما هو الاتهام ساكت ده أي زول بيقدر له، والنساوين بيقدر له، لكن الكلام بالوثائق ده أنت ما بتقدر له، الزول الحزبي ما بيقدر له.
طيب بيتكلم عن حكام الأرض اليوم الهسة قاعدين ديل بيقول عنهم شو نشان أوريك التكفيري منه ذاته في الصفحة رقم كم 158 قال كما قال جل وعلا والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وذكر آيات قال واعتداء سلاطين الأرض وملوكها ورؤسائها على شرعة الله بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل هو بيتكلم عن شنو يا جماعة؟ سلاطين الأرض خلاص؟ طيب عدوان على التوحيد وشرك بالله ومنازعة له في حقه وسلطانه جل وعلا وأكثر اسمع الكلام ده جيدة وأكثر سلاطين الأرض اليوم بيتكلم عن شنو يا جماعة؟ الرؤساء بتاعين الدول الموجودين الليلة اليوم قال لك ما أي زمن تاني اليوم وأكثر سلاطين الأرض اليوم وزعمائها قد تجرأوا على هذا الحق وتجرأوا على الخالق الملك فأحلوا ما حرم وحرموا ما حل قال إلى أن قال والشهادة لهؤلاء الظالمين يا توم ديل الحكام بتاعين الليلة الرؤساء البشير وداك سلمان وبتاع مصر السيسي والأكثرهم دين قال والشهادة لهؤلاء الظالمين بالإيمان عدوان على الإيمان وكفر بالله يعني لو قلت ذا المؤمنين ما كافرين الإيمان ضد شنو يا جماعة الكفر إذا قلت ذا المؤمنين قال ده عدوان على الإيمان وكفر بالله إذا قلت حكام الليلة ذيل مؤمنين أنت كفرت ذاتك أنت ذاتك كافر التكفير منه يا شيخ نحن بنقرأ القرآن وما تيسر من القرآن والسنة وبنقرأ رسالة الدكتوراة حقتك ذاتك عشان نكشفك للناس لأنه ده الناس مدسوسين يا شيخ خلاص وكلام كثير أنا اختصرته لك بس مواضع الشاهد ومش كده وبس أمر بعد ذاك بالخروج عليهم قال وطريق أهل السنة بعد ما كفرهم وكفر الزول اللي بيقول ده المؤمنين أنت الآن البشير عندك مؤمن ولا كافر أنتوا كفار دعينا أنصار السنة ده أمين التنظيم كله في السودان كله برا السودان في العالم تاع جماعة أنصار السنة المحمدية التنظيم السوداني القاعدين جوا القاعدين برا ده أمين التنظيم الدينامو المحرك عصام الدين هذا بكر زول أهبل قاعد في الكلاك لهناك ده رسالة الدكتورة حقته وكلهم الناس الكبار كبار ديل الشيوخ والإداريين والرؤساء ديل أخوان مسلمين تحت ممكن يكون زول ما فاهم حاجة ما سمع الحق ما سمع كلامنا ده ممكن نعذره لحد ما يعرف الحق إذا عرف الحق تاني ما عنده عذر اليوم اللي عرف الحق ويابا يلتزم به سواء كان بده ظرف أو بده مرتب في جمعية ولا في جماعة مركز عام ولا سجم رماد الحجة تقوم عليهم شفت كيف؟ قال أسمع لسه الكلام جاي انت قالوا ده بس قال وطريق أهل السنة بعد ما كفرهم وأهل السنة ديل ما أهل السنة الحقيقيين ديل التكفيرين أهل السنة عنده هو يعني طيب وطريق أهل السنة جهاد بكل معاني الجهاد لرد الحق إلى نصابه تجاهد منه الحكام الكفار ديل والناس اللي بيقولوا الحكام ديل مؤمنين برضو كفار برضو ديل دارين جهاد ده هو منهج التكفير والهجرة كفروا الحكام وبعد ذلك كفروا شنو كفروا الناس ده هو ذاته منهج ناس عباس الباغر والخليفي وبن لادن شيخ أبو زيد ما صلى على بن لادن وما مدح بن لادن بن لادن ده شنو بيلعب في المريخ بن لادن ده ما أكبر تكفيري على وجه الأرض وأكبر خارجي على وجه الأرض زي ما أفتى بن باز وأفتى العسيمين وأفتت اللجنة الدائمة وأفتى جميع العلماء الفوزان وغيره أزكى بن لادن منه شيخ أبو زيد وعبد الحي يوسف الحق ده ما فيه لعب يا جماعة ولا دغيبة أوعك تقول لي دغيبة لأنه هسه لو واحد شال من الأرض بتاعتك شبر واحد المحاكم بتدور ولا بتدور 16 محامي و16 كرافيتا إن موكلي وغالة موكلتي وررر صح ولا ما صح 12 جلسة تلقى 12 جلسة سنة كاملة جلسات في متر أو شبر من الأرض والقاضي يسألك يقول لك ده منو شال الشبر من الواطة حقتك من الطين والله ده محمد ود أحمد بتجيب اسمه ولا ما بتجيبه ولا بتقول له ده غيبة يا ناس دي واطة وطين عفنا ساكت نحن بندافع عن دين الله الله أكبر
ناس بيخربوا. لما نجي اجيب اسمه تقول لي دي غيبه؟ لما نجي اجيب اسمه تقول لي ده غيبه؟ ده دين الله يا ناس. اجيب اسمه واجيب اسم اي زول تابع له واتحداهم كله مسعد. اي زول داري يناقش يناقش، اي زول عدسي بصلي كله يجي يناقش بالكلام ده كله. عرفت كلامي؟ كله بالكلام ده يناقش. ولا بيقدروا ولا بيقدروا، بس يجيب بعيد ويقول لك والله دي الاولاد صغار وما قام لي شنب، عندي اثنين في شنو يعني؟ ده موضوعك ما قام لي شنب وما قام لي بتاع. يا ناس علم، قول لي ده حق كلام ده، قول لي حق. الدليل قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، قال الامام مالك، قال ابن تيميه، قال الشافعي غيره. جيب دليل يا اخي، ما تقول لي ده صغير واحدين قالوا دول شغالين في الامن واحدين قالوا ديل كيف. ودي توهم زمان اتهموا بها علمائنا الكبار، قالوا محمد عبد الوهاب ناي يهودي تابع للمخابرات اليهوديه، قالوا محمد امان الجامي ناي ضابط في الامن، واحد قال دخلت عليه وده واحد سروري زي السروريه ديل بتاع انصار السنه والجمعيه وغيرهم، قال دخلت عليه وقال لي لقيته لابس رسمي، قال اتفاجأ قام ملص وقال يا ناس ذكي طيب هذول عالم ده عالم. طيب نرجع لعصام الدين امين تنظيم انصار السنه، قال وطريق اهل السنه جهاد بكل معاني الجهاد لرد الحق وجعل الدين لله وحده وتخليص الامه من هذا الشرك الاكبر والكفر البواح. يا تدع الحكام والناس اللي بيقولوا الحكام ده المؤمنين ما كفار، ده لابد يجاهدوكم انتم. طب قبل قلت البشير ماله مؤمن، انتم لابد تجاهدوا ويقتلوكم ذاته، لانه كلامكم ده قال كفر بواح وشرك اكبر كونكم تقولوا الرؤساء دي المؤمنين حكام المسلمين. قال الذي الكفر البواح الذي استشرى فيها بالبيان والدعوه والجهاد واجب، برضه كمان بالبيان والدعوه يبين للناس انه ده كفر والحكام ده الكفار والناس برضه كفار الشعوب والمجتمعات، وكمان بالجهاد برضه بالحجه والبيان وبالجهاد. كله كلام باطل وكلام فارغ من الرجل هذا الرجل المبتدع الضال عصام بن بكر. وفي الصفحه رقم 217 وانا ما اعرف الدولة ودكتوراه كيف ده، انت عارف الدكتوراه دي عباره عن شنو؟ يعني زول ما تظن انه دكتور وفاهم وعنده مخ، حبه مخ ذره ما عنده. ده شنو طيب اللي الفه ده؟ جاب مجله اسمها مجله البيان، المجله بتاعت البيان بتاعت السروريه، جاب لماها كده نقل منها كوبي بيست زي ما اقوله، يشيله يلصق هنا يشيله يلصق هنا، عمل الكتاب ده كله تحت مجلة البيان العدد 173، مجلة البيان العدد 172، مجلة البيان العدد 195 صفحة 100، مجلة شوف افتح لك اي صفحة، مجلة البيان العدد 159، مجلة البيان العدد 176، مجلة البيان العدد 159، مجلة البيان العدد 126، افتح لك صفحة ثانية عشوائي بس، شفت كيف؟ هنا جايب الدراسات الإسلامية شنو ما عارف، هنا مجلة البيان العدد 24، مجلة البيان العدد برضه 24، مجلة البيان مفهوم تجديد الدين الصفحة 62، مفهوم تجديد الدين الصفحة 26، بيشيل بس بيلصق، بيشيل بيلصق، بيختار الكلام بتاع التكفيرين بيعتقدوا وعمل به دكتوراه. طيب في الصفحة رقم 217 قال وما من شك في أن التعبئة الجهادية التي تقوم بها بعض الحركات الإسلامية، شفت كيف؟ قد شقت طريقها في كل من الشارع العربي والإسلامي، مما سيكون له عظيم الأثر في صياغة مستقبل هذه الأمة على أسس جديدة من العزة والكرامة. وديل منو ديل قاعد يعملوا تعبئة جهادية الحركات الإسلامية ديل؟ كده الدنيا أمثلة؟ إخوان مسلمين وناس حماس برضو إخوان مسلمين، وتاني منو؟ وناس داعش. المهم الموجود وكلهم في النهايه اخوان مسلمين طبعا. قال ده عنده عظيم الاثر، قال ازول ده اخو مسلم وده من رؤساء جماعه انصار السنه. ها انتوا رايكم شنو؟ ده واحد، ده واحد. اثنين العدس، ده العدس يطلع ورقه انا مشيت غلفتها عشان تقعد كده 500 سنه ما تتقطع. عرفتها؟ الورقه دي تدل على الخزي والعار للعدس ده، عشان ما يجي يغشك هنا تسألوا من عبد الحي يقول لك عبد الحي سروري فأين تذهبون؟ انت تردينا احنا لينا احنا يعني ولا لا؟ الله ايه اللي فأين تذهبون؟ انت بتتحدى منه يعني؟ وهناك في الخرطوم ما قاعد تقول سروري ليه عبد الحي؟ في دين في خرطوم دين عاصمه وفي دين تيبيب براو كمان؟ الدين ده ما واحد؟ انت ما تقول الكلام ده هناك عشان عبد الحي يقدمك، قولوا هناك. وايه اللي تقولوا يسجلوه تقول لزول السجل اوعك تنشره؟
ده يا تدين ده يا ناس. ها سجل صور عبد الحي مبتدع. يا اخي عبد الحي يا عدسي لا يملك لك موت ولا يملك لك حياه ولا يملك لك بعث ولا رزق، ما يملك لك حاجه يا اخي، مخلوق ضعيف ومبتدع ضال كمان. انت خايف من شنو؟ انت مجنون ولا شنو؟ ده العدسي طلع عليه ورقه اسمها المنافحه، اهو دي موقع تعيد كتبه ابونا شمس الدين خلف الله، وده كان انصار سنه وما زال مع المركز العام، والان انصار سنه وسروري، لانه وكال لعمله واحده زي الفنيله والشرطي للاعب الكوره. انصار سنه وسروري وكال لعمله واحد، فوق سروري تعيد انصار سنه واحد بيمشي. طيب جامعه القران الكريم هو راجعه واوصى بنشرها فضيلة الشيخ عبد الحفيظ العدسي. في ورقة ذات ورجعوها، أنا ما أعرف دي ورقة ولا مجلد، الورقة اللي عارفينها دي راجعه وقال وأوصى بنشر العدسي. الورقة دي شنو؟ بيدافع عن واحد مبتدع ضال سروري ماشي مع السرورية ومع التكفيرين، اللي هو محمد الأمين إسماعيل. يمدح مدح سيد قطب، مدح عبد الحي يوسف، مدح الإخوان المسلمين، يكفر حكام المسلمين، قال للطواغيط، وقال ديل شجر الغرقد، وقال حكام المسلمين صنيعة اليهود، نفس العقيدة بتاعت منو يا جماعة؟ أمين التنظيم حقهم. والآن محمد الأمين إسماعيل ده نائب رئيس منو يا جماعة؟ أنصار السنة. نائب الرئيس. شفت كيف؟ وشغال مع السرورية ليه يضنينه؟ ليه يضنينه؟ وأنا مشيت نصحته 12 بالليل في البيت، يا دكتور محمد الأمين إسماعيل الله بيسألك يوم القيامة من مشيك مع التكفيرين والسرورية، من مشيك مع اهل البدع السروريه عبد الحي محمد عبد الكريم غيره، اتق الله اتق الله. سكت دنق راسه، او ما قال لي غلط ولا صح، نزلت مشيت بكره مشى معاهم ثاني، عملنا اللي علينا. عرفت كلامي؟ طيب ردينا عليه في شريط موجود في النت في اليوتيوب، بنجيب كلامه. محمد الامين اسماعيل قال حكام المسلمين طواغيت، كفر حسني مبارك قال ده فرعون مصر، وقال حكام المسلمين طواغيت كلهم، وقال حكام المسلمين صنيعة اليهود شجر الغرقد، ومدح سيد قط الذي شتم الأنبياء، سيد قط الذي شتم نبي الله موسى، سيد قط الذي شتم نبي الله داود، سيد قط الذي شتم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، سيد قط الذي فرح من الذين قتلوا عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه. ده سيد قط، سيد قطب الذي أنكر العرش وأنكر الميزان، سيد قطب الذي قال بعقيدة وحدة الوجود كما في تفسيري لسورة الإخلاص المجلد السادس من ظلال القرآن. فردنا على محمد الأمين إسماعيل بالكلام ده، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، وجبنا كلامه محمد الأمين إسماعيل ذاته بصوته، هو ذاته ما قدر يرد لليلة كم سنة. العدسي طوالي ومعه أبو أنس ده طلعوا الورقة دي، ورقة خبيثة، ورقة معفنة جدا باطلة، دافعوا بها عن محمد الأمين إسماعيل. عليك الله أقرأ لكم الورقة كلها. قال فضيلة المنافحة، قال اسمها يعني بيدافعوا لمنو؟ محمد الأمين إسماعيل. قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل أيوب من جماعة أنصار السنة المحمدية، ده الدفاع بتاعهم، نشأ وترعرع وتربى في أحضانها ورفيقي على الطريق، ها يعني في شنو يعني؟ على طريق الدعوة منذ بواكر الثمانينات 1984، التقيت في مدينة الشند التاريخية الأثرية. شوف الورقة دي فيها فائدة؟ أنا بسألك بيا الله أقرأ لك لأني أصبر، طلع لي فائدة واحدة. الأثرية، حيث كان يسكن مع خاله الفاضل رحمه الله ويدرس في مدرسة الشند الأهلية الثانوية. لا ما فاهم حاجة. تلقى دروسه المنهجية والعلمية والتربوية في دار الجماعة بشند مربع واحد عن مشايخ الدعوة هناك، ومنهم وأبرزهم فضيلة الشيخ جعفر محمد علي وفضيلة الشيخ عبد الحليم أحمد البشير، وهما على قيد الحياة. هم كاتبين الحياة بالهمزة. راجع العدسي بالهمزة، الحياة همزة على السطر، الحياة ده من الاستحياء يعني، وهم قاصدين على قيد شنو؟ الحياة فيها شنو؟ الناس دارين يدرسوا إملة من جديد. العدسي يقعد هنا نديق لهم رصاص، ينبرش هنا نديق لهم رصاص يدرس إملة. راجع شنو؟ أقرأ كده، ده هو ده ذاته ما الموضوع. قال والكلام جايك، قال وفضيلة الشيخ أحمد الطيب عليه رحمة الله، ثم رجع إلى أسرته بأم درمان بحي العمدة،
والتحق بمسجد الجماعة بالحارة الأولى. في فائدة هنا؟ كويس. بالحارة الأولى وأخذ يتلقى العلم عن فضيلة الشيخ والعالم النحرير أبو زيد محمد حمزة، وتأثر به كثيرا لا سيما في الخطابة، ثم التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم عاد في أوائل التسعينات ليواصل دعوته. فالرجل لا علاقة له بجماعة الأخوان المسلمين، دي النتيجة. سافر شندي ومشى المدينة وجوم دبكرات، بالتالي ما عنده علاقة بجماعة الأخوان المسلمين. هسه ده كلام عنده علاقة بالكلام ده؟ يا ناس سافر شندي يعني شنو؟ يعني شنو يعني؟ ومشى المدينة يعني شنو يعني؟ عبد الله بن أبي بن سلول ده كان قاعد وين؟ أنت قالوا كان قاعد في مبدة؟ ما كان قاعد في المدينة؟ ده يعني شنو الكلام ده؟ قال وبالتالي يعني مشى شندي وقرا وين؟ وقرا في مدرسة شندي الأهلية الثانوية، وفي دار الجماعة بشندي مربع واحد، وفي سنة 1984 وعلى غيد الحياة، الحياة زي ما هو قال، ده أدلة على إنه ما من جماعة الأخوان المسلمين، ولا نعايل لمنهجه. عبد الأمين إسماعيل تابع لسيد قطب، سيد قطب ده تابع وين؟ الأخوان المسلمين. مكاشفة فيما يبدر من أخطاء من بعضهم وليس المشاهرة والمفاضحة والمشاتمة، كذب. ما قاعدين يردوا علينا ناس؟ قاعدين يردوا ويطعنوا. لما تقولون ما لا تفعلون يا عدسي؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ ده كذب يا ناس. واحد اثنين، أول حاجة كونك الرد العلني تسميه مشاهرة ومشاتمة ومفاضحة، دي كلمات باطلة وفضفاضة يا جاهل يا عدسي ويا أبو أنس يا جهلة. أدلة لما تشبع. واحد، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قوم فقام خطيبهم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام قدام الناس وقدام قبيلة الرجل ده ذاته: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، قدام الناس وأهل ذاتهم القبيلة. هل دي مشاتمة ومشاهرة ومفاضحة وا 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 يا عدسي؟ ده دين يا أخي. أنت لو ما بتفهم الدين صم خشمك، صم خشمك وكل كسرتك وتخارج، ده دين الله ما فيه لعب. يعني لما نرد على البرعي دي ما مشاتمة، لما نرد على محمد علي بن إسماعيل دي ما مفاضحة ولا مشاتمة، لما نرد على أي زول على باطل ولو كان أنصار سنة ولا أنصار مهدي ولا جناح مجكو، ده دين الله، ده دين الله. أفهم الكلام ده كويس؟ أفهم الكلام ده كويس؟ اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام جو نفرين داري يخشوا عليه والصحابة قاعدين، قال إن فلانا قدام الصحابة قدام الناس وفلانا لا يعلمان من أمر ديننا شيئا قدام الناس. هل دي مفاضحة ومشاهرة ووا ووا ووا؟ ده دين. عشان كده ابن تيمية قال الضابط في الكلام ده: الزول اللي بيعمل معصية بينه وبين ربه ما تفضحه قدام الناس، انصحه بينك وبينه. الزول اللي بيركب منبر أو يسجل شريط أو يقول قدام الناس ضلال، الواجب قال ابن تيمية قال أن يرد عليه بين الناس، قال ولم تبقى له غيبة بعد ذلك. فهمت الحتة دي؟ ده الفرق. لكن هذا الجهل ما بيقروا يا أخي. العدسي الليلة بيقرا كتب محمد حسين يعقوب. حسين يعقوب رجل أهبل ومبتدع، خرج على الحاكم وطلع في السريج فوق وقال للخوارج أحبوكم في الله، ناس خوارج عشان يجوز الخروج. عمرو خالد قال لهم الله ذاته خرج معانا في ميدان التحرير، قال رأيت بأم عيني. كلهم أخوان مسلمين، كلهم. العدسي لحد الليلة بيمدح في محمد حسين يعقوب، يقول لك عشان يجي هنا يلقى الناس سلفيين كتار، طبعا مادين بتاع تلون ذول حرباي، هناك في الخرطوم يقول محمد حسين يعقوب سلفي، هنا يقول لك والله هو سلفي لكن عنده أخطاء. طبعا محمد حسين يعقوب ذاته لو اتصل بيه قال لي عدسي كيف تقول عندي أخطاء؟ يقول له الرسول قال كل بني آدم خطاء وغير الخطائين التوابون وأنت من بني آدم. ده شغل بتاع احتيال ولف ودوران، احنا بفضل الله عارفينه كويس. ما هي زول عنده أخطاء يا عدسي؟ في زول ما عنده أخطاء؟ ده مارد يا زول، ده مارد. ولو دار ترد صحيح صحيح ورينا أخطاء. فهمت أنت الحتة دي؟ عشان ما يلبس عليك أهل البدع الآن بقوا ناس محتالين
محتالين. وما أي زول عنده لحية من أهل السنة، ما أي زول عنده لحية من أهل السنة، فما الكلام ده كويس. ولا في زول يسمى بأهل السنة أو سلفي أو أنصار سنة أو جمعية كتاب وسنة أو غيره يبقى هو طوالي من أهل السنة. ناس اللي بيدعموهم ناس أخوان مسلمين بيأكلوهم كسرة. جمعية الكتاب والسنة الخيرية اللي بيدعمها منو؟ هسا الليلة بيدعمها منو؟ ودي المستندات قاعدة. اللي بيدعمها منو؟ بتدعمها جمعية دار البر، وده الظاهر كمان، ما هو ما خوفي ربما كان أعظم. جمعية دار البر شنو؟ أخوان مسلمين. عبد الرحمن حامد من جمعية الكتاب والسنة من أعظم مشايخهم، درسنا عنده سنين واتخدعنا على يدين واتغشينا سنين. كان يقول لنا لا تجالسوا أهل البدع، يقعد يبكي. اختفى يومين لقينا قاعد في نص أهل البدع في الكويت. أهل بدع دوليين، ها؟ لعب في الدوري العالمي لأهل البدع. شفت كيف؟ بعد شويتين جزايك شنو؟ وبرنامج طويل. أخواننا لقوه قال لي ده شنو ده؟ شفناك في الصور وأنت كنت بتحرم التصوير. ومع أهل البدع كمان مصور. قال اسكت اسكت، ما تقول لهم دينا جمعية إحياء التراث، قول لهم دينا الحكومة لو سألوكم. شوف الإجرام ده كيف؟ بعد شوية الشغلة اتكشفت وجات الإعلانات، جمعية إحياء التراث الكويتية بمدينة الجهراء بالكويت، عبد الرحمن حامد النابت، الدورة العلمية الرابعة، كذا كذا كذا. خلاص اتكشف القضية كلها اتكشفت. زول كان بيحذرنا من المشي مع أهل البدع لحد ما يبكي، ونحن زادنا يبكينا معاه. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما يروى، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شنو يا جماعة؟ قليل. طيب ثم قال الطعن في العلماء. في السؤال الطعن في العلماء، يا تو علماء، أنا دار أعرف عالم واحد من الجماعة دين، هل العدسي أبان قصص ده؟ قصص يحكي لك قصة ورا قصة، هل ده هو العلم؟ ده هو العلم؟ سافرنا مشينا وين ولقدنا لقانا واحد ده كله هو الساكت يا ناس. والسلف الصالح كلهم كان بيزموا القصاص، دول بتاع قصص زي الحبوبة. السلف كان بيردوا عليه وبيزموه. الدين ده أهم شيء فيه التوحيد، والتوحيد ما إلا في التباب بس، توحيد ده في أي، في الدنيا كلها، في الدنيا كلها. تمشي للصوفية تقول لهم ده شرك ودي بدعة ودعاء غير الله كفر، وقال تعالى وقال رسول الله، تبقى زول نجيد ذكر ما تتلون. طيب فدل ما علماء ولا نعرف فيهم زول عالم أصلا أبدا أبدا، بل ديل زي ما قال الشيخ ربيع، قال ورب السماء. جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان تقودها سرورية، ورب السماء قال. والآن أنصار السنة وجمعية الكتاب والسنة والصافية كلهم بيقوا حاجة يا جماعة، حاجة واحدة، العدسة الآن شغال مع أنصار السنة في كل محاضراتهم وفي كل مؤتمراتهم، لا في معاهم شغال واحد واحد منهم. وكذلك كل شيوخ الجمعية وكل شيوخ أنصار السنة، ديل بيجاي وديل بيجاي، واحد. حتى ناس الصافية اللي كان بيبدع أنصار السنة الآن معاهم. ليه؟ لأنه كلهم اتفقوا بالحلبي، الحلبي الذي ينكر أشياء علمت من الدين بالضرورة، والذي يقول نتحاكم إلى الديمقراطية، إلى الديمقراطية، وده كفر بالله. الجماعة دي كلهم متابعينه جابوه قريب ده، وهسه جايبين الروحيلي، إبراهيم الروحيلي، وده مبتدع، بدعوا الشيخ عبيد الجابر العلامة مان. طيب قال أنتم نصبتم أنفسكم علماء للسنة بالسودان وغيركم صوفية أو إخوان أو حزبية، ما ردوا. والله ما حصل، نصبنا نفسنا وقلنا الكلام ده مئات المرات ونقوله تاني. نحن ما علماء يا شيخ، لا أنا عالم، لا أبو بكر عذاب عالم، لا شهاب عوض عالم، لا أخونا أبشوك، لا أخونا محي الدين، لا نبي، لا غير، كلهم ما عندنا زول عالم في الجماعة دي. نحن نسأل الله، نسأل الله إنه نكون طلاب علم ونبلغ الناس ولو آية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. أما يقول لك أنتم نصبتوا نفسكم، والله ما حصل، هم نصبوا نفسهم، هم براهم. أحمد الصبح عبد القادر يقول لك أنا عالم وأنا البرفع وأنا البنزل، قال ولا ما قال؟ وقال. شفت كيف؟ الهواري يتكلم عن نفسه إنه عالم، أي مسألة يقسمها لأربعة، أنا ما أعرف ده ذاته جاي من وين. شفت كيف؟
ويمدح سيد قطب ويهاجم الحكام من المنبر فوق زي ما هو مسجل في ردنا عليه، والباقيين شغالين مع هيئة تراث ومع غيره ومع غيره. فده كذب يا اخي، احنا ما حصل يوم قلنا احنا علماء ابدا، لكن احنا شغالين بالحديث، بلغوا عني ولو آية، ولقينا منكر عندنا فيه علم بنغيره بنرد عليه اي زول كائنا ما كان. طيب اخر سؤال، قال انتم متهمون بتفرقة اهل السنة الى جماعات، قال ما اهل السنة يا شيخ، انا بقصد الزعماء بتاعينهم والشيوخ والرؤساء والاداريين، واحد فيهم اهل السنة ما في، لكن الناس التحت الزول البعيد اللي في بادية بعيدة انصار سنة ولا غيره وما سمع الضلالات اللي عندهم ديل، ده ممكن نعذر والله ذي المهل سنة. طيب أنا دي كلام الليلة تحتار، دي مجلة الاستجابة، عشان أوريك ذي الأهل سنة ولا ما أهل سنة، أو دي المجلة ذاتها، أنا ما قاعد أتكلم من راسي يا جماعة، بتكلم بوثائق ومستندات. عندهم مؤتمر اسمه مؤتمر وحدة الصف الإسلامي تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المؤتمر ده اللي حضروا منه يا ربي، هنا قاعد جوا المؤتمر ده، ده مؤتمر غريب وفريد من نوعه. او دي صفحه. طيب قال يذكر ان المؤتمر حضره قاده العمل الاسلامي، ده جوا المركز العام، لانه فوق هنا قال لك الزمان السبت 18 ذو القعده 1435 الموافق 13/9/2014، المكان مباني المركز العام للجماعه الخرطوم السجانه برعايه اسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام للجماعه. طيب المؤتمر ده حضر منه؟ شوف ده اهل سنه ولا ما اهل سنه؟ قال يذكر ان المؤتمر حضره قاده العمل الاسلامي وممثلين للطرق الصوفيه، وممثلين للطرق الصوفيه والحركة الإسلامية وهيئة شؤون الأنصار، ده أهل السنة؟ ناس خدتوا يدهم في يد الصوفية، كيف يكونوا ده أهل السنة بيت حق؟ لسه عزيزك، شوف نحن زي ما بنرد على الصوفية بنرد على الجماعة دي، بس ما عندنا أي لعب. طيب دي جريدة آخر لحظة على التاريخ الأحد 15/2/2015، خلاص الصفحة، المهم الصفحة رقم كم ما بعرف. أنصار السنة يكرمون مرشد الطريق السمانية، هل ديل أهل السنة ونحن فرقناه؟ تعال يا عدس يقوم على عيلك وريني الكلام ده رايح فيه شنو. تقدر تتكلم في أنصار السنة المشغلينك وشغال معهم؟ تقدر، وده كلام. قال كرم الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ الدكتور اسماعيل عثمان بحضور النائب الاول الى اخره. طيب كرم مرشد الطريق السمانيه بالسودان الشيخ الدكتور الطيب الشيخ الفاتح قريب الله، وذلك خلال احتفال الجماعه امس بتوزيع 50,000 مصحف مقدم من الملك عبد الله الراعي. والله الملك عبد الله لو عرفكم دار تكرموا بها الصوفيه كان جلدكم، يعني صار سنه، شفت كيف؟ قال وقال الشيخ قريب الله في تصريح خاص لاخر لحظه، الشيخ الصوفي ذاته محتار يا اخي، نحن بنحارب الصوفيه دي لنا كم سنه، الان بقوا سمنه على عسل مع انصار السنه وبيكرموا كمان، انت نشرت الشركه هاي تعال نكرمك، نشرت الضلاله هاي تعال 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 يا حبيبي نكرمك جوا المركز العام. طيب قال قال الشيخ قريب الله في تصريح خاص لاخر لحظه إن تكريمه حاجة جميلة جدا، مبسوط البليد ما لقانا هناك عشان كان نطرش الأكله. طيب قال إن تكريمه حاجة جميلة جدا ويدل على وحدة الصف بين الصوفية وأنصار السنة، ديل أهل السنة نحن فرقناه، ديل أهل السنة نحن فرقناه، هل نحن والصوفية صفنا واحد وحدة الصف؟ زول بيقول الله براه بيخلد، والبرع يقول غير الله بيخلد، اهو ده موجود، تقال انا جبته من بعيد، ده البرعي، ده البرعي ذاته، زول يقول الله بيحيي الموتى براو والسمانيه، سمانيه عندكم هنا الطريقه سمانيه، السمانيه يقولوا غير الله بيحيي الموتى كما في كتاب
كتاب. طيب النصرة العلمية وهو قال ذكر الإمام الصفحة رقم 358 قال ذكر الإمام الشعراني في ترجمة السيدي الشيخ إبراهيم المدبولي قدس الله سره أنه كان يسأل الفقراء القاطنين عن أحوالهم ويواسطهم فرأى يوما شخصا منهم كثير العبادة ناقص الدرجة. حسيت يعرفوا كيف ناقص الدرجة عند الله يعرفوا كيف قال عين كده لقى ناقص الدرجة مع أنه كثير العباد. فقال له لعل والدك غير راضي عنك. ده بتاع السمانية ده الكرمون أنصار السنة طريقة دي من الطريق دي. قال لعل والدك غير راضي عنك. فقال نعم. وده علم غيب بعد مو كيف ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فقال نعم. قال أتعرف قبره؟ أنت عارف قبر أبوك وين؟ وطيب عرفوا إن والده ما راضي عنه علم الغيب صح ولا ما صح؟ وعلم إنه عند الله درجته ناقصة مع إنه كثير العبادة ما يعرف قبر أبو الزول ده كيف؟ قال أين قبره؟ قال شو اللعب ده كيف؟ أتعرف قبره؟ قال له قال نعم. قال إذا بنا إلى قبره لعله يرضى. قال الشيخ يوسف الكردي لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسي حين ناداه الشيخ. ها؟ حين ناداه الشيخ فلما استوى قائما قال الشيخ الفقراء جاءوا شافعين ليطيب خاطرك على ولدك هذا. فقال ده الوالد القام من القبر. فقال أشهدكم أني قد رضيت عنه. فقال ارجع مكانك. فرجع وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية. ده كرموا الجماعة دي. خلاص أديك تاني ده برضو بتاع السمانية ده برضو بتاع السمانية الكرموا من صار السنة ده برضو بتاعه في الصفحة رقم 78 وأنا ركزت لك هنا على السمانية بس لأنه ده الكرموا صفحة رقم 78 في كتاب قلائد الذهب عبد المحمود ابن الشيخ نور الدائم سماني الطيبي. قال ومن كلامه رضي الله عنه أنا موسى عليه السلام. طيب أنا موسى عليه السلام في مناجاته مناجاته لربنا قال ده الشيخ الصوفي ده ما ده هو ذاته. أنا علي رضي الله عنه في حملاته قال هو علي بن أبي طالب برضه. أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منهم من شئت وبيدي جنة الفردوس فتحتها. من قال أي نعم. أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته. أنا بيدي أبواب النار غلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها. من زارني أسكنته جنة الفردوس. ديل الكرموا من صار سنة. هل ديل أهل سنة نحن فرقناهم؟ لدى الناس ملقطين وعطالة ومجرمين ولا يا جماعة؟ لكن ما والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا خالق إلا إياه. عرفت كلامي؟ إن شاء الله العدس ده يجينا أجغموا ليك لما نتكيف. فهمت كلامي ولا ما فهمت؟ طيب قال وقال الشيخ قريب الله في تصريح خاص قال لآخر لحظة. طبعا الناس آخر لحظة كمان يعجبوه تصريح خاص له واحد مشرك خاص يعني شنو يعني. إن تكريمه حاجة جميلة جدا لا أنا دي أكثر حاجة غيظاني محرقة بشباشي ذاته. طيب كرمه وأكل زلابية وأكل كيك داخل مباني المركز العام قروج بتجي من السعودية ومن غيره للناس الموحدين وللدعاة إلى الله يأكلوها للعفن ده خلينا منه. طيب تكريمه قال حاجة جميلة جدا أها يا صوفي يا بليد ويدل على وحدة الصف بين الصوفية وأنصار السنة. صدقت يا صوفي لكن بين السلفين وبين أنصار السنة لا يمكن لأن ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أبوك يدعو غير الله ويعتقد على غير الصوفية دي ده ما يجوز تواده أبدا صح وصاحبهما في الدنيا معروفة صح لكن ما تواده تحبه من قلبك أبدا تيجي تكرمه. قال تكريمه حاجة جميلة جدا ويدل على وحدة الصف بين أنصار السنة والصوفية
مبينا أنه من وقت طويل ده الصوفي يدعو إلى اجتماع ووحدة أنصار السنة والصوفية والأخوان المسلمين ضد التحديات. وأكبر تحدي نحن ملاقينا في الكرة الأرضية الصوفية والأخوان المسلمين، ده أكبر تحدي. كيف نتوحد معهم؟ يأتوا تحديات تانية، أي زبالة، أي بدعة، أي شرك، أي ضلالة، أي إجرام جابوا الصوفية بمعاونة الأخوان المسلمين إلى آخر ما قال الصوفي. فرحان طبعا يعرض لأنه لقى البلد خلا، والمثل قال البلد الما فيها تمساح يقدل فيها شنو؟ الورل. شفت كيف؟ ده واحد من جمعية الكتاب والسنة، صديق العدسي، صديقه الروح بالروح، وقال دار ناظرني وعمل قال 4 ولا 3 محاضرات شنو كده حاجة شنو والبريك والضيق والحرج والضيق ورد على مزمل الفقير 1 2 3 في مسجد الفتح بتاع محمد الأمين إسماعيل، وناس العدسي فرحانين ومبسوطين خالص خالص. وين إيماد مال ورقة دي؟ طيب عنده المهم مع ناس شبكة المشكات موجودين مع شبكة المشكات، أبو هريرة اسمه أبو هريرة عبد الرحمن حامد، عنده معنا شبكة المشكات السرورية، عنده معاهم تعاون واضح جدا في إعلان هنا قلعنا من الحيطة من جامعة النيلين موجودة. البوغج دي كلها بدع وسخ حقة النازل كلها البوغج. طيب ده محمد الأمين إسماعيل هو ده فاتح خشمه هنا ومطلع سنونه. المعاودة المنو أهل سنة؟ المعاودة المنو يا ربي؟ النازل المنو المعاود؟ ده محمد الأمين إسماعيل ده محمد الأمين إسماعيل. طيب ده محمد الأمين إسماعيل المعاودة المنو؟ ده محمد عبد الكريم أكبر سروري في السودان وأكبر مبتدع وضال، محمد عبد الكريم هو ده. وده دكتور آدم إبراهيم الشين، ده أخو مسلم سروري تابع لسيد قطب لعبد الحي محمد عبد الكريم، ضال مضل سكن الحاج يوسف، عرفت كلامي؟ وده برضه معاهم عادل على الله برضه معاهم، وده شغالين معاهم برضه. احنا فرقنا سلفيين كده رغم 3. ده واحد انا ما هذكر اسمه لمصلحة شرعية، لكن هو واحد من قيادات جماعة أنصار السنة المحمدية، دي مجلة اسمها نبض الشباب، خلاص عندهم ورشة الموسيقيين القومية الأولى، ورشة بتاعت موسيقى. ده زول من أعظم شيوخ المركز العام، كلكم بتعرفوا ما أقدر أذكر اسمه لسبب شرعي. قال الإدارة العامة للشباب فعاليات ورشة الموسيقيين القومية الأولى للشباب تحت شعار نحو أداء موسيقي متقن برعاية الشيخ بتاع أنصار السنة لليلة أنصار السنة، ولليلة من قواد ورؤساء أنصار السنة في المركز العام لليلة، أتحداهم كله منكم. شفت كيف؟ الآن من أساوين وجماعة وراسمين هنا البتاع الزنبار الكبير الملولو وديك، وراسمين لهم شنو؟ كمانجا. هاي قاعد خليه بس لما نشيلوه برا بنجي نتكلم عنه ده. هذا منهج، لما نشيلوه برا بنجي نتكلم عنه ان شاء الله، نجيب لكم اسمه عداك. طيب ده برضه هو ذاته خليه. ده برضه انصار سنه الان كبير جدا من القيادات، مو زول ساكت تابع اسمه ده برا، شالوه برا نتكلم عنه، كان في الحكومه نزل وشاتوه برا، اسمه الأستاذ حاتم حسنين فضل الله، ودي صورته. نازل الانتخابات انتخب وقال مرشحكم المستغل. هم قالوا دخلنا السياسة عشان نصلح، مش كده؟ طيب أعظم الإصلاح شنو يا جماعة؟ بيبدأ من وين؟ من التوحيد. نشوف الزول ده دعوته كانت للتوحيد لما نزل الانتخابات ذاته، خالف ونزل، خالف المنهج ونزل، خلاص نزلت. أنا أشوف دعوتك شنو؟ أول حاجة قال الرمز رمز الجرس. أها. واحد قال من مواليد مدينة الثورة الحارة 77 خطيب مسجد النعمان بالجميعاب، أمين فريق الشعلة الريادي بالثورة، رئيس جمعية المخترعين الشباب السودانيين، بيدعو لأربع أشياء. أسمع الكلام ده فوقه توحيد، واحد دعما للمعلمين
وقوفا مع العمال، نصرة للمظلومين، معالجة مشكلة البطالة. لقاك توحيد، هي الحياة دي كويسة، لكن لقاك توحيد أساس الدين فينا. يعني هذه الناس فشلة، نحن فرقنا على السنة برضو. ده واحد أو ده خليه وده مجنون. طيب والله الناس دي ضالين ضلال ضلال مبين يا ناس. اسماعيل عثمان ده هنا بيسألوه، ده رئيس أنصار السنة، بيسألوه عن الصوفية، قال لي رأيك شنو في التصوف؟ ما رأيك يا دكتور يا رئيس أنصار السنة، رأيك شنو في التصوف؟ ورينا ما رأيك. قالت التصوف مجموعة من السلوك والأخلاق الفاضلة، وهو موجود داخل القرآن، موجود هنا في الجريدة لقاء مع الدكتور إسماعيل عثمان. وده كله شفت الشغل ده كله وثائق ومستندات قوية جدا جدا، من أقوى الوثائق والمستندات، ما يقدر يتكلموا عنها أبدا. فده كلام كله باطل. نحن ما فرقنا أهل السنة، نحن فرقنا بين أهل السنة وأهل البدعة، زي ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فرق بين الناس، جاء يفرق، وكان من صفاته المفرق بين الحق وبين شنو يا جماعة؟ الباطل. ففرقنا بين الحق والباطل وردينا على أهل الباطل، وكل البتاعة دي ملانة حجازي كلها، وكل ما تنزل تيجي تلقى الأسوأ. طيب في سؤال؟ أتباع العدسي يخلوا العدسي، والعدس يخلي المنهج الباطل، بس انتهى الموضوع. العدس الآن ماشي مع السرورية، وتاني رجع بيجيبوا له حاجات في قناة طيبة. العدس ذاته قناة طيبة دي حقت أهل السنة ولا حقت السرورية أهل البدع؟ شغال معاهم، ما يجي يكذب لك هنا، ما يجي يكذب لك وينافق، شغال معاهم لليلة. وده منهجه، وده منهجه، وما يكذب يقول هؤلاء الشباب وما هؤلاء الشباب، والله جاهز لك بإذن الله عز وجل. عرفت كلامي؟ تفضل يا مازن. تفضل. طيب نعم. هل يجوز للجميع الى الموظفين والرواتب ويعني الدعوه وصفه كذا وصفه كذا؟ نعم. أول حاجة يا جماعة، جمعية دار البر تكلمنا عنها، ودي جمعية حزبية زي ما قال الشيخ ربيع، تدعم الإخوان المسلمين، جمعية إخوانية باطلة، ما يجوز التعاون معها ولا أخذ الأموال منها ولا 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 أبدا. لأنه ربنا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الذين يخوضون في آياتنا هم أهل البدع، ربنا قال فأعرض عنهم، أنت تجي تتعاون معهم كيف يعني؟ ده واحد. كذلك ما تتعاون مع أي جمعية ولا جماعة، لا جمعية كتاب وسنة، لا جماعة أنصار سنة، لا صوفية، لا غيره. اتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة السلف الصالح، وحد ربنا، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، رب عيالك على ذلك، أنت إن شاء الله من الآمنين. ما في حاجة تانية. ما تتابع أي راجل، أي راجل ما تتابعه في البلد دي الليلة، تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما في زول تاني تتابع العدسي وتجري لك ولا زول إملاك قصة ساكت، كله هوس وكله باطل. كذلك تلقي الأموال منهم ده باطل ومن أبطل الباطل. ليه؟ لأنه بيدوك الأموال بشروط،
وحتى لو ادوك لها بدون شروط الليلة بعد بكرة بيجي بيشترطوا عليك. والمثل بيقول أطعم الفم تستحي العين. بديك 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 بتميد يدك تتعود انك تبقى شحات. بعد شوية بديك شروط. شيخ منو جبته ده وليه يتكلم في السرورية؟ يعني أنا عملنا ندوة اسمها كذا وانكشف القناع. الوقت ده أنا كنت حزبي معاهم. الندوة دي ده نتكلم فيها في عبد الحي يوسف ومحمد سرور نايف ومحمد عبد الكريم وسيد غطب السرورية. لأنه عبد الحي بعد ما قال أنا ما سروري قام بتعد تعد جاب محمد سرور نايف لزيارة سرية في الخرطوم واتكشفت اللعبة واعترف إنه جابه. فقلنا هكذا وانكشف شنو؟ القناع. كان معي صلاح دكتور صلاح اللمين وعبد الرحمن حامد وبقدمه واحد اسمه منو؟ عماد البدوي. ديل طبعا ادوهم المايك صلاح اللمين وعبد الرحمن حامد بيتكلموا كلام عام ما بتعرف قاصدين منو؟ ابليس السروريه الصوف كلام عام. اول ما ادوني المايك وبديت قلت السروريه امثال عبد الحي يوسف والخوارج امثال سيد قط المقدم اللي اسمه عماد منو؟ عماد بدأ بي قرص فيني بتعي والله قرصني قريص. انا قلت في العاصي شنو؟ كل ما اجيب اسم عبد الحي يديني لك قرص. احمد عبد الكريم يقرصني، سيد قطب يقرصني، انا قالوا انه طبعا انا معاهم حزبي ما فاهم حاجه. انا قايل انه الزمن ضيق الزمن فات وانا يا دوب اتكلمت دقيقتين ثلاث يقرص يقرص. في النهايه لما فهمت الناس جد عرفت الحاصل عرفت القريص ده شنو كان اصلا. عرفتها؟ لانه الاموال كلها بتجي من هنا زي ما قال لي رئيسا صار السنه الان اللي اسمه دكتور عبد الكريم. دكتور محمد عبد الكريم عبد الكريم محمد عبد الكريم المهم. فقال لي قال لي يا اخي شوف كتابك اللي رديت فيه على عبد الحي ده بيهدد مستقبل جماعه انصار السنه. رد على عبد الحي بيهدد مستقبل انصار السنه. قلت له يا دكتور اما يكون عبد الحي دخل بقى انصار السنه او انصار السنه مرقوا من السنه بقوا شنو؟ مبتدع مع عبد الحي. انا ما فاهم الحاصل شنو؟ لف دور في النهايه قال لي شوف الان الدعم كله كلامه مسجل موجود اذا نكروا اطلعه له في وشه طوالي بصوتي خلاص. قال الدعم كله ده زول صريح جدا انا بعتبره ما يعني لف ودور لكن في النهايه اصرح من ديل. قال الدعم كله من الخليج العربي بيجي عن طريق من؟ عبد الحي يوسف. وهذا هو مستقبل الجماعه. فهمت انت الحاصل شنو؟ ده الموضوع ودي الشغلة كلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يا أخي عبد الله بن مسعود قال كنا نحامل على ظهورنا اشتغلوا عتالة صحابة أولياء خير الأولي على وجه الأرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلوا عتالة. لا في زول مفرغ من منظمة ولا في زول بيجي ظرف من جمعية ولا جماعة عتالة صحابة أولياء أولياء عديل كده أعظم الأولياء الصحابة دي سادة الأولياء بعد الأنبياء. قال كنا نحامل على ظهورنا وانت قال عشان يأكل بس. قال كنا نحامل على ظهورنا لنتصدق في سبيل الله. واحد مفروش ليه قاعد تحت في باب المنظمة واحد قاعد تحت جمعية واحد قاعد تحت جماعة. الليلة والله يوم 30 بالشهر العربي طبعا لانه بيجي من برا من الخليج العربي بيستخدموا الشهر العربي العام الهجري تلقاه يحفظوا لك بالصم. انا ذاته ما كنت معاهم والله 130 جنيه بنجيب لها صف 100 عمه و500 عزبه واقفين. السعودي ما جاب القروش والله يعني. تجيب صف يدوك استماره. كم نصيحه عملتها في الشهر؟ ثلاثه نصائح. كم عدد المستفيدين؟ شغل بتاع اخوان مسلمين استفادوا 30 وبعدين بيقضبوا ساكت كمان تلقى ما عمل ولا نصيحه تلقى في الذهب فيجي يكتب لك 300 نصيحه واستفادوا 500 وتنقبوا 13 مره كذاب عشان ال 130 جنيه. وبعد ما تجي الصف وتملى الاستماره وزله شديده تجي خلاص قدام يقول لك والله المحسن ما جاب القروش. المحسن ما جاب القروش. يا اخي الصحابه قالوا كنا نحامل على ظهورنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن ينطلق احدكم بحبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل شنو يا جماعة؟ من عمل يده. تقول لي جمعية دار البر تبا لجمعية دار البر وتبا لإحياء التراث وتبا لهم كلهم. اشتغل يا زول أزرع أزرع الواطدي الواطدي أزرعه أدعو الله بيفتح لي
انطلق جيب حطب بيعه في السوق. عرفت كلامي؟ استاذ درس ادوك مرتب في المدرسه، مهندس طبيب اشتغل بعرقك، لكن تكون قاعد عاطل راجلك منظمه ولا جمعيه ولا جماعه وتجي تحاربنا نحن عشان بدوك ظرف ابيض، تجي تحاربنا نحن. لما نتكلم في المرغني ما ترضى، لما نتكلم في البرعي ما ترضى، عشان الظرف، عشان الظرف تبا ليك ولا الظرف بتاعك. طيب ثاني قلت شنو سؤال عبد الحيوس المبتدع ضال قال سروري فليبلغ الشاهد الغائب واللفظ ورسلت له جوا مكتبه ذاته سلموا له. ثاني في شنو قلت له دارك في مناظره قال والله مزمل ما مشهور وعبد الحي لابد يقعد مع زول مشهور. قال فهمت كلامي؟ ما قصرنا معهم. تب النازل ثاني منو قلت؟ وما بيجوز اعمل لك جمعيه، جمعيه ومكتب دعوه ومكتب طالبات وجماعة قاعدين وفاتحين كمبيوترات، ده اللي عطل الدعوة ذاته زي ما قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي وقال الشيخ الألباني، ده اللي عطل الدعوة. الدعوة دي زمان لما كان فيها ناس نحسبهم مخلصين، ناس أدروب شلتاي وناس غيرهم، ناس محمد حسن عبد القادر وغيرهم، ذول كانوا شغالين دعوة نحسبها، والله حسيبهم ولا زكى الله أحد، دعوة لله ما في لعب. بيقولوا محمد حسن عبد القادر ده بيته، بيت عياله، كتبوا لدعوة الله، سلموا لهم للدعوة السلفية ومات بدون بيت. عربية بوكس جديد بيجي ماشي يلقى الحريم والرجال ماشيين في الخلا، ينزل يسلمهم المفتاح ويمشي قدار يدي لهم مجال لوجه الله، دعوة لله. دي الناس نحسبهم كانوا مخلصين. عرفت كلامي؟ مو زي الآن كلها ضيعوه وخاتين يدهم في يد الأخوان المسلمين. في سؤال يا جماعة ثاني؟ تفضل. طيب خليها سؤال سؤال. طيب أنا أجاوب على سؤال وبعدين نجيب السؤال الثاني. وفي السماء إله وفي الأرض إله، إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم إله يعني معبود، إله يعني شنو يا جماعة؟ معبود. وهو الذي في السماء معبود تعبده الملائكة، وفي الأرض إله يعبده أهل الأرض. الإله هو المعبود كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم لكن ما معناته الله في كل مكان زي ما بيقول الصوفية؟ الإمام أبو حنيفة قال من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. الشيخ العثيمين قال الزول اللي بيقول الله ما في السماء والله في كل مكان لا تجوز الصلاة وراءه. شيلني علاتك اتخارج طوالي، شوف لك جامعة ثانية. نعم. نعم. مدحوه ولا شتموه؟ كذابين. كذابين نازل كذابين ودجالين ومحتالين. دعاة من وين انت سميهم؟ تابعين لمنو؟ جمعية الكتاب والسنة. عشان كده انا قلت لك النازل سرورية يا شيخ. شفت كيف؟ هذا دليل بتاع شنو كذابين. شيخ ربيع رد على الكلام ده ذاته. كذابين. شيخ ربيع إمام من أعظم أئمة أهل السنة في هذا الزمان. وزي ما قال عنه الشيخ الألباني قال حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر الحديث والعلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. ده واحد. اثنين الشيخ الألباني قال لا يطعن في الشيخ ربيع والشيخ مقبل إلا أحد رجلين. ده الشيخ الألباني قال كده بصوته موجودة الفتوى الآن. إما رجل قال جاهل وإما رجل شنو؟ إما رجل جاهل وقال والجاهل يعلم، وإما رجل ضال أو صاحب هوى، وإما صاحب هوى. ده الشيخ الألباني قال كده. وزكاه الإمام بن باز، زكى الشيخ ربيع، وزكاه الشيخ الفوزان، وزكاه الشيخ الألباني، زكى الشيخ ربيع. تاني في شنو يطعن فيه؟ منو اسمه؟ مصعب نوري ولا مصعب شنو؟ مارب عبد الدين يا شيخنا ده اسماء نكرات ساكت، ما في حاجه مصعب ولا نوري ولا ما نوري. عرفت كلامي؟ ولا صلاح ولا غيره. ويقول لك انا خريج المدينه، كذاب ساكت ومجرم. المدينه انت قايلها كلها اللي بيقروا هناك سلفيين، في سلفيين صح تمام، وفي ضروريه قاعدين جوا مزروعين زي النوع ده، وبيطعنوا في شيخ ربيع لانه شيخ ربيع من اكثر الناس الردوا على السروريه وعلى سيد قطب، فهم زعلانين من ردوا على سيد قطب والسروريه تحديدا، عشان كده بيطعنوا فيه. تقال بيطعنوا فيه ليه؟ ده الموضوع كله كذابين ومجرمين. تفضل. الهرج، النبي صلى الله عليه وسلم قال يكثر الهرج في اخر الزمان، قيل وما الهرج؟ قال القتل. القتل. اما المرج يعني اللي بيقولوا هذه بيقصدوا بها يعني اختلاط يعني الفتن والمشاكل والبلاوي وكده يعني. آية جابر.
نعم. الكلام ده بيناه يا جماعة عدة مرات الحمد لله، ونحن قصدنا به، ما قصدنا سب، قصدنا كان نوضح لطلبة، وفي النهاية تبين لنا أن الكلمة دي كلمة سوقية وتبنى منها بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فأنت كونك دار تكفل باب الرحمة بيدك أنت يا أنصار سنة يا مريض، عرفت كلامي يا بليد، ما بيدك انت. ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، استثنى ذنب، قال جميعا، انه الغفور الرحيم. وهذا هو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا في مجموع الفتاوى. والشيخ الالباني تكلم عن القصد، ذول قصد، ما قصد شيء معين وطلعت كلمة خاطئة وتاب، تاب الله عليه، هم زادوا ما عارفين الكلام ده، لكن لانه ردينا عليهم وكشفناهم بالشنط دي فما لقوا حيله. حمد الصبا ده ذاته لما انا تبت وقلت له وتراجعت وبينت فيه الموجود في اليوتيوب مقاطع كثيره، قلنا الكلام ده باطل ونحن كنا على باطل وتبنا الى الله، يقدر يسوي كده من باطلهم يقدر يرجعوا؟ مشيت له لما كنت تلميذه او معاه، مشيت له وقلت له يا شيخ انا تراجعت من الكلمه، قال لي تتراجع ليه؟ دي ما كلمه عاديه، قال لي بالسودان والله، وقال لي كده. لما سب الصحابة قلنا له توب، أبى يتوب، والفوزان رد عليه، محمد بن هادي المدخل رد عليه، وعبيد الجابر رد عليه، قال والله مزم الفقير كافر لأنه قال الكلمة دي. وقبيل قال لي ليه توبت؟ دي ما كلمة عادية، ده هو ذاته. أنا ما لقاني إجرام مثل هذا الإجرام وعدوان مثل هذا العدوان. نعم نعم. دي اللي قالها منو؟ قلتها انا ولا قال الحجوري؟ هذه قال الحجوري، حجوري ده زول مبتدع ضال، هو تابع له ناس الصافي، ذي الناس وليد الطليح ومين ومين، فهمت؟ اما مساله ال اكابر مجرمين يعني كفرتهم، كذب، ما يعني كفرتهم، اكابر مجرمين مجرمين كبار يعني، في شنو يعني؟ وده ما مجرم كبير، انا اديك حاجه اوريك مجرم كبير ولا ما مجرم كبير، ده من انجازات المؤتمر الوطني، ده الكتيب حق المؤتمر الوطني، خلاص؟ جوا هنا في الانتخابات القبلي قبل الفاتت، واحدة أنصار سنة نزلوها، عودي عودي اسمها بلقيس أحمد التجاني، مسؤولة في المركز العام أنصار السنة، نزلوها في الانتخابات ضمن حزب المؤتمر الوطني وفازت، عودي صورتها، ده دين الله؟ في مرة يجوز لها تحكم؟ في مرة يجوز لها تنزل البرلمان تحكم لها مسلمين وأنصار سنة كمان المرأة؟ وتنزل مع حزب ضال برضه مبتدع؟ دي مسألة ثانية برضه. فالناس دي ناس محتالين يا شيخ، ودي الشنطة دي ملانة، كل ما يزعلونا بفتحها زيادة، في حاجات تعد لسه، كل ما تنزل تعد شغل ثقيل جدا. ما فيها تكفير يا أخي، ده كلام باطل يا أخي. نعم نعم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ودي في قصة سليمان عليه السلام. طيب عليه الصلاة والسلام بيستدلوا بها الصوفية على شنو يعني؟ الولي ممكن يجيب ويمنع، إنه الولي يطير ويعمل ويسوي، لا ما صحيح. ليه؟ وأول حاجة ما في صوفي ولي، دي أول حاجة. إذا قلنا الولي ذاته بطير أو بيخلق ذات مثلا يعني، ما في صوفي ولي كده، أثبت لي إنه صوفي ولي لا يمكن أبدا، لأنه أوريك كده، دي أول نقطة. بعد عشان إحنا ما نمشي ساكت معه ونسرح نقول الأولياء وما الأولياء، يا أخي قول الأولياء بسووا، أنتوا ما أولياء، كيف ما أولياء؟ ده الدليل. ده كده اسمه الطبقات الكبرى للشعراني، ده الوهاب الشعراني، وده المدح البرعي، قالوا سيدي الشعراني الناشر لعلم الله. الصفحة 535 536 من الكتاب ده، نشوف الصوفية ذاته فيهم ولي ولا ما فيهم. 535 536 منهم الشيخ محمد الحضري
من الأولياء قال ولي رقم 332 مرغمين الأولياء طبعا كل ولي برقمه ده ولي رقم 332 اسمه قال الشيخ محمد الحضري رضي الله تعالى عنه من كراماتي قال أخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة قال أخطب لنا فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام هو ده الكلام السطر الأخير قال لهم وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام دي كرامة من كرامات الصوفية طيب فقال الناس كفر الناس قالوا ده كافر فسل السيف ده الرباطي ذات الإمام فسل السيف ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع كلهم شردوا من الجامع فجلس عند المنبر إلى أذان العصر وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم فعددنا له في ذلك اليوم 30 خطبة هذا ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا وكان يقول لا يكمل الرجل حتى يكون مقامه تحت العرش على الدوام صوفي ما يبقى كامل ولا كامل لحد ما يقعد تحت العرش بتاع الله قال دي بالصفحة 536 وكان يقول الأرض بين يدي كالإناء آكل منه وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بطونهم ده شنو ده ما كفر ده الأولياء ده أعظم كتاب للصوفية كل الطرق بتلتقي في الكتاب ده اسمه الطبقات الكبرى للشعراني الصفحة 582 نشوفهم أولياء النازل ولا ناس وسخانين قالوا منهم الشيخ علي أبو خودة رضي الله تعالى عنه ولي رقم 19 في المجلد الثاني من طبقات الكبرى ده في مجلدين كان رضي الله عنه إذا رأى امرأة لقى له امرأة أو أمرت يعني شاب ما يعني ما عنده شنب ولا لحية ولا كده أمرت راوده عن نفسي يعني قال له درف على البيك اللي واطي يعني وقال للمرأة درسني بيك راوده عن نفسه وحسحس على مقعدته دي كرامة مش ده مش بنبس فيه دي كرامة كرامة من كرامات الطرق الصوفية قال وحسحس على مقعدته سواء كان ابن أمير أو ابن وزير ولو كان بحضرة أبي بحضرة والده أو غيره ولا يلتفت إلى الناس ولا عليه من أحد هذه الصوفية دي أول حاجة الصوفي قال لك الأولياء بيسووا قول أول حاجة ما في ولي صوفي على وجه الأرض اللي أبدا طلع الكتب دي أقرأ له ده واحد اثنين القصة بتاعت الذي عنده علم من الكتاب وقال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أكثر على التفسير قالوا وآصف ابن برخية كان رجلا صالحا علمه الله الكتاب الذي أنزله الله من السماء على سليمان عليه السلام قال كيف يأتي بالعرش قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه كيف قال المفسرون رفع يديه إلى الله فقال اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد ودعا دعاء قال اللهم ائتني بعرشها ربنا جاب العرش لحد هنا في شنو يعني ده الله زي زول ده الله قال يا الله نزل المطر نزلت يبقى النزلة ده ولا الله الله يا ناس ما في علاقة بينه ولا في شبهة هنا ذاته بعض المفسرين قالوا سليمان نفسه دعا الله جابه باسمه الأعظم في شنو ما في حاجة ولا في شبهة ذاته نعم الحديث ضعيف وضعف الألباني وذكر تضعيف العلماء لرجال سند هذه الأحاديث كم رواية ضعيفة كلها راجع السلسلة الضعيفة المجلد الأول حديث رقم 655 أيوة نعم نجيب دوركم إن شاء الله مبتدئ
نعم. ده ما دين، دي سلطة. ده ما دين يا ناس. ما في دين بيلخبطوا مع بعض. عرفت كلامي؟ نسمع لزولك وتسمع لزولنا. وشنو فنان؟ ما في كلام زي ده يا شيخ. في أهل حق تسمع عليه وصاحب حق. في زول صاحب بدعة وضلال ما بتسمع عليه وما بجوز. ربنا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثله. ابن تيمية قال الآية دي زي ما شملت الكفار والمنافقين تشمل أهل البدع، فلا تقعدوا معهم كلهم، زول حزبي زول مريض مبتدع ما تقعد معه ولا تحضر له، خليه برطع ويفوت، حذر منه الناس ذاته. وإن كان مؤمن التوحيد أي ما يجوز حتى لو تكلم في حق ما يجوز أسمع له. ليه؟ لأن السلف قالوا: لو أن صاحب البدعة بدأك ببدعته لما جلس إليه أحد، ولكنه يحدثك بآيات وأحاديث، فإذا تمكن منك أدخل بدعته. أحكي لك قصة. نشرح كتاب الفوائد الداء والدواء مثلا، أو الفوائد لابن الغيم، يقعد يحكي لك ويقرأ لك وتبكي وتعيط، بعد شوية بيدخل لك بدع، يزكي لك المحل البدع محمد حسين يعقوب محمد حسان، بعد شوية يزكي لك الحلبي. عرفت كلامي؟ زي ما سألوا منه قال: انتم مالكم ومالو، مش كده؟ ولا قال شنو؟ مش سألوا قال كده؟ قال: انتم مالكم ومالو، كيف مالكم ومالو؟ في شو بقى قاعد يصلوا الحزبين ديل؟ يقول لك: الله ما بيسألك في قبرك عن الناس ديل. منو قال لك؟ العلماء ردوا على الشبهه دي العلماء. قالوا: ما ربنا حيسألك ما دينك؟ الملائكة حيقول لك: ما دينك؟ ده من الدين ولا ما من الدين؟ كونك تعرف البدعة وأهل البدع وتحذر أهل الشر، ده من الدين ولا ما من الدين؟ حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أنا أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وفي رواية قال: تعلم أصحاب الخير وتعلمت أنا الشر مخافة أن يدركني. طيب، ده من الدين؟ ده من الدين، نص كلام حذيفة بن اليمان، ده من الدين. فالملائكة يسألوك في القبر من دينك، ده من ضمنه داخل جواه. فلو دينك متين، تعرف أهل البدع، تعرف أهل الشرك، جانبت الشرك، جانبت البدعة، أهل البدعة، موحد تمام، بيصلي بالصوم وأدي الفرائض، بيجاوب، تقول ديني الإسلام. لو مفرط لكن عارف إنه في إسلام، بتقول: ها ها لا دي. تقال كيف يعني؟ ده الكلام كده. حقهم كيف يا جماعة؟ طولنا عليكم. آخر سؤال، تفضل يا عم. نعم. المتمسكين بالسنة. طيب، من السلفيين تمشي ورا منه؟ تمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام. واحد. نعم. والعلماء المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم من السلف من فوق: صحابة، تابعين، تابع التابعين، الأئمة الأربعة، ابن تيمية، ابن الغيم، ابن كثير. وانت ماشي، وانت ماشي الآن، داير الآن في العصر الحديث المعاصر ده، عندك الشيخ الألباني كتبه وشرطه مالي الدنيا، والحمد لله الوسائل الحديثة دي سهلت كثير، مش كده؟ خلاص، الألباني شرطه موجودة، كتبه موجودة، كلها موجود. العثيمين كذلك، بن باز، الفوزان، الشيخ اللحيدان، شيخ ربيع بن هادي المدخلي، شيخ عبيد الجابري، محمد بن هادي المدخلي، غير من العلماء ما ذكرنا وما لم نذكر موجودين. عرفتها؟ في السودان هنا ما عندنا الحمد لله نعرف لنا عالم كده رباني، لكن في طلاب علم، ناس منهجهم صحيح اسمع لهم، ان وجدت ذلك اسمع لهم. زول حزبي زول مرضان ما تسمع لهم ابدا، ولو أبكاك حزبي، خالد عبد اللطيف حزبي، تابع لأنصار السنة المركز العام، وهم اللي كرموا شيخ الطريقة سماني، هم اللي كرموا شيخ الطريقة. منو اللي كرموا؟ ما هم ناس دكتور خالد ديل ذاتهم المركز العام، ومش كرموا ده بس، عزموا ضد الصايم ديمة في المركز العام، جوا المركز العام، بل جابوا جميع الطرق الصوفية، الصورة موجودة عندنا داخل المركز العام، رصوهم كلهم قعدوهم في الدكاترة ديل كلهم قاعدين. ده ما دين، ده ما دين. عرفت؟ حاتم عز الدين واحد منهم حزبي، تلميذ خالد عبد اللطيف، تلميذ عبد الرحمن حامد، ولا في معهم الليلة حزبي كلهم، وما بنخاف من اي احد ورب السماء، لانه دي ادله. عرفت كلامي؟ ولا لما تسالني بقول لك انت مالك وماله، كويس كويس، كعب بقول لك كعب في وشه طوالي. تفضل. ها؟
كلهم المركز العام والإصلاح وغيرهم، المركز العام تحديدا ديل مدحوا الترابي لما مات، لما الشعبيين كبروا مدحوا معاهم جمعية حزبي، جمعية مركز عام أنصار سنة إصلاح صافية، كلهم دخل فيه بعد قوم دخل فيه الجماعة ديل، عرفتها؟ مدحوا الترابي لما الشعبيين المبتدعة أعداء رسول الله، قالوا الرسول قالوا عيسى ما نازل، قالوا كلام الرسول كذب، قالوا عذاب القبر ما في، مدحوا لهم الترابي لما كبروا شعبين ده صار السنة. والدكاترة ذيل قاعدين لا ينكر أحد، واحد ما أنكر لا دكتور خالد لا حاتم عز الدين لا دكتور هواري لا غيره، قاعدين قاعدين صامين خشوم قاعدين. وضع يده كيف؟ هل كرم المشركين؟ هل كرم الصوفية؟ الرسول جابهم انت بتدعو للشركة هاي جزاك الله خير، هل كرمهم؟ يا ناس الرسول سل سيفه ضده، تقول ايه كرمهم؟ كتلهم عديل اعمامه وغيره وقبيلته وعشيرته في غزوة بدر في غزوة احد في غيره من الغزوات، اجوا يكذبوا الحزبين الليلة يقولوا خدت يده في قبيلة فلان، خدت يده يعني شنو؟ ومنو من العلماء قال خدت يده؟ ده سؤال ذاته. أما الهدنة في الجهاد يهاد والعهود والمواثيق ده في القرآن موجود، في القرآن الله قال كده، لكن الله قال في القرآن برضو قال على البدع فلا تقعدوا معهم. الهواري ودكتور خالد عملوا مؤتمر في قاعة مامون بحيري قالوا التعاون مع أهل البدع هو الأصل، والله يقول فلا تقعدوا معهم، الله قال كده. شفت الكلام ده كيف؟ هذا ناس مجارمة يا شيخ، ناس مبتدعة، الناس اللي بيأصلوا الأشياء دي والدكاترة دي تحديدا والله مبتدعة، والله يا أخوان مسلمين شاءوا أم أبوا أخوان مسلمين الناس دي، عرفت كلامي؟ والمنهج اللي بيأصلوا للمجتمع ولشباب الدعوة والله ما هو إلا منهج سيد قطب، تبا له حيث ما وجد، وأصوا ما بنخليهم أبدا إن شاء الله تعالى. ومحل ما نمشي الحمد لله بيهربوا وبيخافوا، محل ما نمشي بفضل الله محل ما نمشي يزوغوا زيهم زي اي صوفي بيزوق، وسيغوا دي موجوده مدفقه شواويل شنط قاعده في البيت. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. دكتور ودى البله ده مع المركز العام واحد وده حزبي معاهم، لكن اديك له طرفه، جاوبوا في مناظرة مع صوفي في قناة النيل الأزرق، الصوفي اسمه محمد مصطفى الياقوتي، خلاص سامع الكلام ده؟ المناظرة كان قريب خمسة حلقات، الصوفي قال كذب ساكت، الصوفي كذاب طبعا، قال لابن تيمية بتاعكم بيقول الله في صورة شاب أمرد وله نعلان من ذهب، ابن تيمية قال كده؟ ابن تيمية قال وين؟ صوفي كذاب ومحتال بس. المذيع قال له الدكتور ودى البلة قال له رد رد، قال له ودى البلة قال لا لا، إنما ما يجمعنا مع الصوفية الكثير وسنلتقي مع عقلاء الصوفية، قال يا ناس ما ديني يا ناس، دين ده واضح، تركتكم قال على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واضح الدين ده واضح، لكن أي زول داري ملا كرشه بسبب الدعوة دي ده ما بقدم له دعوة ولا بقدم له دين. جزاكم الله خير بارك الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.